أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا. وهو العزيز الحكيم. إن الذين
خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر
نفسك ومن كفر فإن الله غني حميد. وإن قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ووصينا الإنسان حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك
واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك يا بني الصلاة وأمر بالمعروف يا بني أقم الصلاة وأمر إن ذلك من عزم الأمور ولا تصاعد خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال
وقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تر إن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا وإذا قيل لهم ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد تمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور صدق الله